السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس أحمد حمدي. النهاردة إن شاء الله في المحاضرة رقم 27 نشرح فيه كم بعض السادة الزملاء المهندسين أو السادة الطلبة اللي لسه بيدرسوا كان بيسألوني، إحنا الكورس بتاعنا لحد دلوقتي شغالين باللي هو الجزء الخاص بالإيديت سبلاين، وهو شغال خطوط، إحنا لسه ما اشتغلناش ولا إيديت بولي ولا إيديت مش. فمعظم الأشكال اللي إحنا بنعملها اللي هي الأشكال العادية، وجربنا عليها أشكال الكتل والفيلل والحاجات اللي هي الخطوط ستريت. طيب ينفع اعمل عندي كتلة فيها شكل اورجانيك بالايرث سبلاين؟ ينفع، يعني زي ما بنشوف مثلا الاعمال اللي بتاعت زي حديد، او طبعا دايما بنشوف المشاريع بتاعتها سواء اللي هي التاورز او المتاحف او حتى الاستاد او الكلام ده كله، بتعمله خططها كلها بتبقى اورجانيك. ده نقدر نستعمله؟ نقدر نستعمله، مفيش فيه اي مشكلة. طيب ازاي نقدر نعمل الحاجات دي بطريقة بسيطة وسهلة ومش هتاخد مننا وقت وتبقى خفيفة معانا على الجهاز؟ برضو نقدر نشتغلها بالإلكترو سبلاين، مفيش فيها أي مشكلة. طيب النهاردة إن شاء الله هنبتدي نشرح في الكورس بتاعنا إزاي نقدر نكون الكتل اللي هي الأورجانيك والتاورز اللي إحنا بنشوفها والصالات المغطاة وقاعات اللي هي المتاحف والمعارض، بنلاقي حاجات أورجانيك ونلاقي الحاجات دي كلها، إزاي بنقدر نعملها؟ نقدر إن شاء الله نعملها. وهنقول برضو إزاي نطلع اللي هو فايلات الكاد بتاعتها، إحنا كنا شرحناها قبل كده. وهنقول برضو لو انا حبيت بعد الكتله دي ما خلصت ازاي نقدر ناخد فيها سيكشن ونقدر ايه نشتغل عليها على الاوتوكاد ونطلع الحاجات دي كلها. طبعا الموضوع بالنسبه لنا بسيط جدا، وان شاء الله هناخده خطوه بخطوه زي ما تعودنا في الحلقات السابقه باذن الله. اول حاجه احنا هنشوف هنا الامر اللي احنا هنستعمله هو امر اسمه كروس سيكشن، بس هنشوف ازاي نقدر نطبق عليه من الاول خالص، هو حاجه بسيطه لحد ما نوصله تبقى حاجه معقده. هاجي هنا من عندي مثلا، انا هرسم عندي هنا مثلا ريكتانجل. طبعا احنا شغالين بالايديت سبلاين اللي هو ندخل سبلاين للاشكال اللي هو احنا كان عندنا طبعا من كرييت في حاجه اسمها جيومتري وفي حاجه اسمها ايه شيب. الشيب ديت الحاجات التوزي. فاحنا دلوقتي هنرسم ريكتانجل عندي اهو، تمام. وهنجيب مثلا شكل تاني ريكتانجل اهو، ممكن يكون اصغر منه او ان هو يبقى مستطيل، بس اهم حاجه عندي ان هنا 1 2 3 4 اربع نقط، الشكل التاني 1 2 3 4، تمام. وهنشوف لو هندخل اشكال عدد النقط فيها مش متساوي. طيب انا دلوقتي عندي اهو ادي الشكل بتاعي اهو في ال 3D، انا رفعته. هنيجي نعمل، لازم عشان نشتغل بالامر اللي هو الكروس سيكشن ده لازم يبقى معمول لهم اتاتش مع بعض، يعني ما ينفعش يبقى ده لوحده وده لوحده. طيب هنيجي نحول اللاين بتاعي او الريكتانجل بتاعي نحوله ايه، كونفيرت تو ايديت سبلاين. حولته كده، ابتدي اضم ده ازاي؟ كنا شرحناه في المحاضره السابقه، بدوس رايت كليك والاقي هنا في حاجه عندي اسمها ايه اتاتش. اتاتش دي عشان اقدر اربط اللي هو الشكل اللي انا رسمته بالشكل ده، بحيث هما الاثنين دلوقتي بالنسبه لي في الماكس بيعتبروا حاجه واحده. طب نتاكد منين ان هما بقى حاجه واحده؟ لما بشده عندي كده اهو، او ان انا عندي من سيلكت باي نيم. الطبيعي ان احنا قلنا سيلكت باي نيم بيجيب لي اي حاجه مرسومه فين في الماكس عندي، فلاقي ان هنا فعلا الحاجه المرسومه في الماكس هي حاجه واحده مش حاجتين. يعني احنا لو جينا دوسنا هنا اندو، تمام، نخرج كده قبل ما نعمل اتاتش اهو، نعمل سيلكت باي نيم، هنلاقي ان هو ظهر لي ايه، ان انا راسم اتنين ريكتانجل، معنى كده ده لوحده منفصل وده المنفصل. طيب هنيجي نعمل لهم تاني، نرجع رايت كليك اتاتش ونختار ده ايه معايا. طيب دلوقتي النقاط اللي احنا قلنا عليها دي ان دول هنا اربع نقط وهنا دول اربع نقط. طبعا احنا هنا نقدر عندنا في خاصيه ان انا اقدر ابين عدد النقط الموجوده عندي بترقيمها. طيب هنيجي نشوفها فين، هنلاقي في عندنا حاجه اسمها معايا شويه، ندخل هنا نمسك الفيرتكس، نظهر الرقم بتاع النقط شكل كده شويه معايا اهو. هنلاقي في عندنا هنا حاجه اسمها ايه ديسبلاي شو فيرتكس ايه نمبر، مجرد ما ادوس عليها بصوا ايه اللي حصل، ابتدى يرقم لي النقاط بتاعتي اللي هي النقطه ايه 1 2 3 4 اللي هو اربع نقط، وهنا برضو نفس القصه عندي ايه الاربع نقط. طيب نبتدي بقى نوصلهم ازاي ببعض. امر كروس سيكشن موجود في جزئيتين زي ما احنا شفنا قبل كده في اوامر كتير كنا بنشرحها في المحاضرات السابقه، كنا نقول دايما ممكن الاقي الامر
في كذا صورة، وكل واحدة فيها بتختلف في حاجات بسيطة. طيب احنا هنا هنلاقي ان في من الموديفاير، اقدر ادخل هنا هلاقي امر اسمه كروس سيكشن، بدوس على كروس سيكشن، ادوس على حرف السي، تمام، لحد ما يظهر لي اهو امر كروس ايه، كروس سيكشن، تمام. مجرد ما ادوس عليه تلقائي هو هيوصل لي نقطة واحد بواحد، اتنين باتنين، تلاتة تلاتة، أربعة بأربعة، تمام. هنلاقي هنا فعلا ايه، ابتدى يوصلهم لي بايه، ببعض، فطلع لي الشكل ايه، الكتلة بالشكل ده. طيب ينفع عندي بالشكل ده ان انا عاوز اظهره بقى يبقى كتلة 3D؟ هو لحد دلوقتي عبارة عن ايه، عن خطوط. طيب ازاي اللي انا اقدر اظهره 3D؟ بدخل عليه امر تاني من موديفاير، تمام، اسمه سيرفز، تمام. امر سيرفز ده هو المسؤول اللي هو يعمل لي ايه، سيرفز اهو، ان هو هيوصل الخطوط دي ببعض، فقفل لي الكتله بتاعتي اكنها ايه، اكنها 3D. طب انا الكتله بتاعتي لسه عاوز اعدل فيها، ينفع اعدل فيها؟ اه ينفع اعدل فيها، مفيش اي مشكله، تمام. طب اعدل فيها منين؟ باجي اقدر هنا ادخل عندي في الايه، الفيرتكس بتاعتي او لو كروس سيكشن اهو، وابتدي احرك ايه، النقط اللي انا عاوز احركها. طيب دلوقتي كانت هنا نقطه ايه، 3 ب 3 اتوصلت. هنا لو جينا مسكنا الفيرتكس دي هنا بس، نقفل ده اهو، ونيجي نمسك عندنا اللي هي الفيرتكس دي، ينفع اتحكم فيها ان دي تبقى اعلى، واقدر كمان اخليها تبقى ايه، مثلا اديها امر ايه، سموث، خلاص. والنقطه دي اقدر مثلا اخليها تبقى ايه، اوطى شويه، وهنا النقطه دي اقدر يعني في الاخر الشكل بتاعي اهو قدرت اغير في ايه، في الملامح بتاعته، بس لسه لحد دلوقتي محافظ ان هما ايه، ان هما نقط ثابته ايه معايا، عدد النقط يعني. واقدر اخد النقطه دي كده، وهنا اقدر امسك النقطه دي واعمل لها ايه، نخليها احركها اهو، تمام كده، نقدر ايه الكلام ده كله. طيب نيجي نشغل كده دلوقتي امر كروس سيكشن ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا انا غيرت فين في التشكيل بتاعهم اهو، تمام كده. نيجي نشغل امر كروس سيكشن، خلاص هنلاقي فعلا برضو وصل لي ايه، نقطة ايه، واحد بواحد، خلاص، واتنين باتنين، وتلاتة بتلاتة، واربعة باربعة، وايه، وهكذا. طيب نيجي نشغل امر سيرفيس، هنلاقي فعلا راح عمل لي ايه، التشكيل بتاعي اللي انا كنت ايه محتاجه. طبعا لو حد بيعمل له قاعات ليه بتاعت مثلا مؤتمرات، متاحف، اورجانيك، الحاجات دي كلها تقدر تطلع اشكال لا نهائيه من امر كروس سيكشن. طب امر كروس سيكشن يقدر يعمل ايه تاني معايا؟ هنشوف برضو لسه هيقدر يعمل معايا ايه، خلاص. بس مبدئيا احنا عرفنا نعمل ايه، امر كروس سيكشن منين، من هنا، من امر من الموديفاير، تمام. طب هو في طريقه تانية اقدر اعمل بيها كروس سيكشن غير اللي هو كده؟ اه ينفع. ازاي؟ هنشوف اهو، نمسح امر سيرفس او نقفله دلوقتي مش محتاجه، وامر كروس سيكشن ده همسحه، خلاص. فانا دلوقتي مسحت امر كروس سيكشن، طبعا فهنا امر سيرفس معايا ايه، هيعتبر ده سطح لوحده وده سطح لوحده اللي انا كنت ايه راسمهم، لا ده انا عاوز اوصل ما بينهم، تمام. طيب يبقى دلوقتي امر سيرفس مش شغال معايا. طب اقدر منين؟ قلت لي في طريقه تانيه ان احنا نوصل النقط دي بعدها كروس سيكشن. هندخل على هنا فيرتكس، تمام، وبعد كده هنلاقي عندنا في حاجه اسمها ايه، كروس سيكشن، عندنا برضو في حاجه نقطه تانية. فرضا لو التركيب بتاعي كان مختلف، يعني جينا مثلا هنا جينا رسمنا مثلا ريكتانجل او لاين، لاين اهو عشان الحته دي ما ننساهاش، وراح جيت رسمت اللاين تاني، جيت رسمته بالغلط، راح رسمته ايه، العكس كده. تيجي تقول لي ايه الفرق؟ ما هو الفرق ان هنا دي نقطه رقم واحد، لكن هنا لما جيت رسمت الخط ده النقطه رقم واحد. طيب تعال نشوف كده لو حولناهم اتاتش مع بعض، ايديت سبلاين، ونعمل هنا اتاتش، هنلاقي هنا ايه اللي حصل، هنلاقي ان هنا نعمل بقى ايه اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي احنا عاوزين نظهر ايه، الترقيم بتاع بايه، بتاعي اهو،
بتاع الخطوط. هنيجي نزرع مين؟ من فوق عندي زي ما قلنا. ننزل تحت هنا شوية كده نلاقي فيه ايه، اللي هو الشغل التركيب بتاعي. اهي شو فيرتكس نمبر، هلاقي هنا ايه، ان هناك بقى رقم واحد وهنا رقم واحد. طب دلوقتي امر كروس سيكشن احنا قلنا بيوصل واحد بواحد واتنين باتنين وتلاتة بتلاتة، كده يحصل ايه؟ ان الخطوط هتتداخل مع بعض. طيب لو جينا نشوف فعلا كده، ندوس هنا على امر كروس سيكشن. طبعا احنا كنا ده في الطريقة ايه الاولى، تمام. هندوس على امر كروس سيكشن اهو، بص ايه اللي حصل، الخطوط كلها ضربت مع بعض، يعني الخطوط بتاعتي كلها ضربت مع بعض. ليه؟ لان الخط ده راح للخط ده. طبعا لما نيجي نعمل عليهم امر سيرفيس هنلاقي الشكل بتاعنا ايه، بايظ. يبقى احنا اول حاجه عندنا من الشروط المهمه ايه، ان انا لازم يبقى الخطوط بتاعتي تبقى يعني الترقيم، اللي هو لو في نقط تبقى عدد النقط متساوي، لازم نقطه البدايه تبقى زي نقطه البدايه اهو، زي ما احنا شايفين الدنيا ايه باظت معايا. طب دي ليها حل؟ اه ليها حل. ازاي؟ اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نرجع تاني لايه، الفيرتكس، واجي مثلا ادوس على النقطه اللي هي رقم 4 دي، 4 دي، واقول له ايه، خليها لي ايه، ميك فيرست. ميك فيرست دي يعني بيقول، بقول له النقطه اللي هي الاخيره دي لا خليها لي تبقى هي اول نقطه. بص مجرد ما ادوس عليها اللي حصل، بدي النقطه ايه رقم واحد، حصل التغيير بتاعه اهو، بقت النقطه رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. خلاص طبعا هنا في نقطه زياده عندي، خلاص. فانا لو عاوز احل المشكله دي هعمل ايه، ان الخط التاني ده لازم ازود فيه نقطه، فاجي هنا ريفاين. عارفين طبعا ريفاين احنا كنا شرحناها في المحاضرات اللي في الاول خالص في الكورس، تمام، ان احنا ازاي نقدر نزود نقطه. ريفاين ده اقدر ازود بيه نقطه، ادوس هنا كده عندي كده اهو، فهنا بقت النقطه رقم 4، يبقى دي، يبقى النقطه رقم 3 دي هتتوصل بهنا، واحد بواحد، اتنين باتنين، تلاته بتلاته، اربعه باربعه، تمام كده. وهنا عندنا نقطة خمسة ايه بخمسة. لو جينا شغلنا امر كروس سيكشن اهو، هنلاقي فعلا ايه النقط اتوصلت ايه ببعض، والشكل بتاع ايه زي ما احنا شايفين. طبعا بعد كده اقدر اتحكم في النقطة دي اتاخرها شوية عشان ما يحصلش فيها اي ايرور عندي اهو. وادي امر كروس سيكشن، وادي امر سيرفيس عشان يقفل لي إيه؟ الشكل بتاعي. يبقى النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي هي المهمة، وانا شرحت بسببها الجزء ده، ان احنا ازاي نغير التركيم بتاع ايه النقط. ان انا ممكن يبقى النقط بتاعتي كانت بادئه بالعكس، لا ممكن اخليها اللي تبدا الاول تبقى فيرست. اللي هي من فين؟ هنشد القايمه عندنا كده، منين كنا جبناها؟ ها كنا جبناها من ميك ايه؟ ميك فيرست. ده بيخلي لي بدايه الخط تبقى هي النهايه، والنهايه تبقى ايه؟ ايه؟ البدايه، تمام كده؟ طيب احنا بقى نرجع تاني هنا. يبقى احنا هنا زي ما شفنا نقدر بقى نمسح خلاص اللي احنا رسمناه هنا عندنا، انا مش محتاجه، لان احنا كنا بنشرح ليه ازاي بس نغير له ترتيب الارقام عشان تبقى على حاجه مبسطه، عشان تبقى سهله بالنسبه لنا وتبقى واضحه. فاجي هنا همسح الجزء ده خلاص مش محتاجه. هنرجع هنا بقى ايه تاني، احنا زي ما كنا قلنا احنا كنا جبنا في الاول اللي هو الموديفاير بتاع كروس سيكشن من ايه، من الموديفاير عندي. طيب في طريقه تانية قلت لي اه ينفع نعملها من جوه، اه ينفع من عندنا فين، هندخل جوه الايدت سبلاين. طبعا دلوقتي هما الاثنين دول بقى شكل واحد اهو زي ما احنا شايفين. هقدر من هنا، في عندنا امر تاني موجود جوه هو امر كروس سيكشن، موجود جوه، اه موجود جوه، هنلاقي عندنا برضو ايه كل حاجه. طيب هنيجي هنا نشد عندنا من امر جيومتري، جيومتري هنا هنلاقي عندنا امر ايه كروس سيكشن زي ما احنا شايفين، هو مكانه هنا اهو عندي. ابتدي اعمل ايه، ادوس كروس سيكشن ومختار من هنا اودي فين، لهنا. هلاقي برضو نفس الطريقه، هو بيديني ايه عدد لا نهائي، فلاقي نفس الطريقه هو قفل ايه نقطه واحد بواحد واثنين باثنين وثلاثه بثلاثه. ولازم برضو طبعا زي ما احنا قلنا الترتيب الارقام عشان هو بيوصل الارقام بايه، بالتساوي. فلاقي هنا لما اجي اشغل السيرفز اهو، الاقي ان برضو الايه الشكل بتاعي ايه اتقفل. فده ممكن يبقى شكل قاع، ممكن يبقى شكل مثلا، يعني مثلا عاوز اعدل هنا النقطه دي، نقطه رقم 2 اهي، اقدر احركها مثلا فوق اهي، واقدر احركها لبره شويه، تمام. ونقدر مثلا نديها ايه كان، نيجي هنا السيرفيس، فلاقي الشكل بتاعه هو ايه، كون لي شكل اورجانيك، ممكن تبقى قاعه او ممكن يبقى متحف او معرض، تمام، اللي هي الحاجات ايه الاورجانيك. طيب لو احنا بقى مثلا عاوزين مثلا نعمل استاد او صاله مغطاه، ينفع؟ تعالى اه نشوف ازاي نقدر بافكار بسيطه ازاي نكونها. هنيجي مثلا هنا عندي ايه،
الاليبس اهو مثلا، غالبا معظم لغة الاستادات او كده بتبقى شكلها اليبس مثلا، او بتبقاش دايرة. وباجي هنا مثلا ادخل عندي احولها ايه، convert to spline، تمام كده. اقدر اخد من ده ايه كذا شكل اهو، copy، هنخليها copy من instance، لان instance دلوقتي هنا في مع الكروس سيكشن بيعمل بعض المشاكل او مش هيطلع معايا مظبوطة، فيفضل ان احنا نشتغل ايه copy. وبعد كده مثلا الاستاذ هنا ده اعمل له هنا ايه scale، ان فوق مثلا هيبقى في ايه اكبر، خلاص. وبعد كده هناخد منه copy تاني، بس عايزين نعمل الموف الاول، ممكن نعملها من هنا طبعا، هي موف نقدر نجيبها من هنا كمان، يعني هي القصه كلها ان انت ايه ممكن تختصر اوامر لما تطلع فوق في الايكونز اللي هي بتاعت الموف وروتيت وسكيل، هتلاقي لو دوست رايت كليك هنا هتلاقي في موف روتيت سكيل، فتقدر تتحكم برضو من هنا. فناخد ده برضو منه ايه كوبي اهو، وارجع اصغر ايه السكيل بتاعه اهو، تمام. وبعد كده ممكن اخد منه ايه كوبي تاني اللي تحت اهو كده مثلا، وغير ايه السكيل بتاعه. كل ده انا ايه بشكل عندي التشكيل بتاع ايه الاستاد، طبعا دي كلها ايه اكنها خطوط، شايفين طبعا ان انا في خطوط كانت اعلى، يعني لو جبت هنا من الفرونت في خطوط اعلى وفي خطوط اوطى وفي خطوط اعرض، ليه؟ عشان عاوز في الاخر اللي هو السكشن بتاع الاستاد بتاعي يبقى الشكل كده كده، وبعد كده نزل لي ايه على تحت كده اللي هو الجزء اللي هو المظله اللي هتبقى مظلله على ايه على هم المشجعين، خلاص. طيب هنيجي بقى ازاي نطبق بقى امر كروس سكشن هنا عندي، ان انا ممكن اهو همسك اول خط فيهم، تمام كده. طبعا لو احنا ايه جينا دوسنا برضو اللي هو الشو اللي هو ايه اللي هو النمبر، خلاص هنيجي هنا شو نمبر ايه فيرتكس نمبر، هنلاقي هنا برضو ايه مرقم لي. طيب نيجي نعمل بقى دلوقتي امر كروس سكشن اللي هو كان من جوه، لا غلط. ليه بقى؟ احنا لسه ما عملناش ده، يعتبر ده اليبس مستقل وده اليبس مستقل وده مستقل، احنا عاوزين نخليهم كلهم حاجه واحده. فقلنا بنعمل ايه رايت كليك وندوس ايه اتاتش، نختار ده بعد كده ده وده، المهم يبقى كلهم ايه حاجه واحده. الاقي هنا النقط بتاعتي ايه كلها ايه موجوده، ممكن اللي هو الاليبس اللي تحت نمسك ده عندي ونصغر السكيل بتاعه شويه برضو اهو، تمام كده. طيب هنستعمل بقى امر كروس سيكشن عشان نشوف ازاي هنعمل الصاله المغطاه او المسرح لو بتاعي، تمام. نعمل الاول دلوقتي ايه مثلا ارضيه كده عشان نبقى ايه شايفين التاثير بتاعنا اهو، الله هي دلوقتي مش محتاجها. هاجي هنا عفوا، هاجي هنا امسك اللي هو الاليبس الاولاني ده، هنروح على ايه هنروح ندور على الامر بتاعنا اللي هو بتاع ايه اللي احنا قلنا عليه ام كروس سيكشن من جيومتري، من هنا اهي هنلاقي هنا دي ايه جيومتري، خلاص هنلاقي تحت سوفت سيلكشن، واحنا كنا شرحنا قبل كده في محاضره من المحاضرات اللي فاتت ايه فايده ليه سوفت سيلكشن، ان احنا نعمل بيها اللاندسكيب وازاي نعمل جزء عالي في اللاندسكيب اكنها نجيله، او لو في الملاعب زي بتاعه الجولف او لاندسكيب قدام فيلا او الكلام ده كله. لكن جيومتري هنا هناخد منها النهارده ايه كروس سيكشن اهو، خلاص نمسك اول واحد اهو ونوصله بتاني واحد، وبعد كده تالت خط، وبعد كده ايه رابع خط. يبقى انا كده ايه وادوس رايت كليك عشان اخرج ايه من الامر بتاعي كده. هو زي ما احنا شايفين فاكرين من شويه جيت قلت لكم انا عاوز الاقي ايه المص اللي هو الاستاد بتاعي، هنا ده كان الجزء اللي هو المدرجات الناس قاعده عليه، وبعد كده فينا اكنها زي جزء اللي هو حيطه مايله او كده، وده اللي هو التغطيه اللي بتغطي بتظلل على ايه على المشجعين، تمام كده. طيب انا دلوقتي اقدر اعمل ايه، هندخل دلوقتي على امر ايه سيرفيس عشان يعمل لي ايه، بدوس اس وافضل ادوس اس كده لحد ما تظهر لي ايه امر سيرفيس اللي هو الاقيه ظهر تحت عندي، مجرد ما ادوس عليه هنلاقي الشكل بتاعنا ايه اللي حصل فيه. هنختار حاجه اسمها فيليب نورمال، فيليب نورمال علشان يعمل لي ايه علشان يقفل لي الشكل. لو احنا بصينا هنا هنا هنلاقي اللي حصل، هنلاقي ان الشكل بتاعنا ده
ان هو في يعني اسود او هو مش واضح، تمام؟ فانا لا اقدر اعمل ايه اللي هو الجزء الخاص بيا اللي انا ايه اوضحه عندي. طيب انا دلوقتي مثلا مش عاوز اللي هو الجزء اللي فوق ده، خلاص، فهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب الجزء ده عندي اهو، ان احنا مثلا نجيب نحول ده حاجة اسمها edit body، تمام، من امر modifier، خلاص. وال edit body ده اقدر امسح منه ايه السطح بتاعي اللي هو ابتدي اشوف انا عاوز افتح حاجات معينة للصالة المغطاة بتاعتي دي ولا لا، لان التغطية بتاعتي هو الجزء الايه البيضاوي. طيب واحد تاني يقول لي لا ده انا كنت عاوز اعمل اللي هو الاستاد اللي هو مش مغطى، انا كنت عاوز اعمله ايه اكنه جزء ان هنا ده مفتوح، ينفع اعملها؟ اه ينفع اعملها. طب ده هنعمله ازاي؟ هنشوف برضو دلوقتي. طيب لو انا مثلا جيت هنا في السيرفس هنا وراح جيت حركت النقط دي، انا عاوز اشوف برضو التكوين بتاعي، عملت كده ان هو مثلا شكله كده كده مثلا، عاوز الصالة المغطاة بتاعتي تبقى بشكل ايه مختلف شوية. بص بص الغلطة اللي حصل، ما جيت شديت النقطة، ما ينفعش اعمل سيلكت كده على النقطة واشدها، لا ده غلط، لازم اعمل بريكتانجل كده عشان يمسك ايه النقطتين ايه مع بعض وابتدي اتحكم ايه فيهم زي ما انا عاوز. طيب نيجي نشوف كده لو شغلنا اللي هو الامر اللي هو بتاعي اللي هو سيرفيس، بص اللي حصل اداني الشكل التشكيل بتاعي عامل ازاي، يبقى شكل اللي هو الصالة المغطاة شكلها عندي بالشكل ده، خلاص. يبقى انا اقدر اتحكم في النقط ان هي تغير ايه في التشكيل ايه بتاعي. طيب لو انا بقى واحد عاوز بقى لا ده انا عاوزك بقى تعمل لي ايه ان الشكل هنا ده كأنه مفتوح عندي، يبقى ايه ما نعملش بقى من الايه بلان، نعمل من ايه الفرونت مثلا. عندي هنا هذه الفرونت، هاجي اعمل لاين كده، هذه المدرجات الناس قاعدة فيها، او نمسح على العكس نخليها الناحيه دي، ده انا هنا من الفرونت ادي اهو كده، وعاوز دي تبقى عامله كده، تمام. يبقى هنا عندي كام نقطه، 1 2 3 4، خلاص. وادي الناحيه التانيه عاوز فيها الشكل مثلا، يبقى المدرجات برضو تبقى مايله ايه، بس عاوزين نعمل دي تبقى مره واحده راح جت كده، هي ما فيهاش الجزء ده، فساعتها انا هعمل ايه بقى، اضطر ان انا برضو عشان ما يحصلش عندي مشكله هجيب ادي النقطه هي دي كده، وبعد كده هنا ازود ايه ريفاين للنقطه هنا، فبقى عندي هنا 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4، فهو ما يجيب النقطه دي هيسحبها على دي، تمام. هنيجي نعمل زيهم هذه النقط بتاعتي، خلاص. هنجيب هنا ايه الليفت، خلاص. هاجي اعمل هنا برضو المدرج بتاعي اللي هو اللاين مثلا، طبعا كل ده بيبقى المفروض عندي فايل كات شغال منه عشان يبقى ايه الابعاد بتاعتي واضحه. هاجي هنا بامر لاين برضه اهو، وادي هنا المدرج بتاعي كده، الناس هتبقى قاعده هنا، وبعد كده هنا مثلا هعمل له دي اكنها راحه كده، وبعد كده راحت على هنا، وهنا نفس القصه اهو، هذه المدرجات. يبقى انا دلوقتي عندي ايه الاربع خطوط دول، هنعمل سيلكت على ده وده، هنعمل الت كيو دلوقتي على الكليت. يبقى انا عندي مجموعه الخطوط دي، كل واحد خط من دول بيتكون من ايه من 4. تيجي تقول لي ده هنا 3، لا في نقطه احنا حطينا فين هنا. طيب هنعمل بقى ايه، هنعمل لهم اتاتش مع بعض، نحولهم كونفرت تو سبلاين، وبعد كده نعمل ايه نبرتو السبلاين لواحد فيهم اهو، سبلاين نعمل اتاتش مع ايه بقيه الخطوط اهي اهو اهو. وهنا نقدر عندنا نعمل ايه شو للايه اللي هو النمبر اللي هو بتاعتي، عشان نشوف اللي هو عدد ايه النقط بتاعتي اهي شو، خلاص. يبقى هنا 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 وهكذا. طيب اللي احنا هنعمله بقى كروس سيكشن، امر كروس سيكشن عشان يدينا الشكل اللي احنا كنا عاوزينه فين اهو. هاجي عندي هنا يا اما اعمل قلنا ايه
بدخل هنا خلاص على اللاين ده وادوس هنا امر ايه كروس سكشن سي. تمام، هنا اداني شكل اللي هو وصل لي اكن ده شكل كتله بشكل معين. يعني بصوا شايفين، هنيجي نجيبها اف 3، وهي دي بقى الميزه بتاعت المانيوال، وان انا اجيب ايه الامر كله. نجيب هنا امر سيرفيس ده مثلا، ادانا بالصدفه دلوقتي تشكيل تاني، بس احنا ايه هنشوف ازاي نعملها صح. امر سيرفيس اهو اف 3 شايفين التشكيل بتاعي، اداني ايه اكن في شكل كتله عندي بشكل ما. خلاص، لا ده انا مش عاوز كده، فانا همسح له امر كروس سكشن ده. ده انا هجيبه اعمله مانيوال زي ما احنا كنا بنقول من شويه. هنجيب امر كروس سكشن اهو، هقول له واحد وصلها بده، وبعد كده وصلها بده، وبعد كده بده، وبعد كده بده. فايه اللي حصل عندي؟ اف 3 نروح للسيرفيس، اداني ايه تشكيل معين فين هنا عندي. اقدر بعد كده اعمل ايه، اقلل او ازود ايه النقط دي عشان يديني اللي هو اكنه سموس شويه. خلاص، فاداني الشكل بتاع بايه مغطى. تمام، طيب يبقى انا قدرت اعمل ايه بطريقه مانيوال، وان انا اعمله بالطريقه الايه اللي هي الموديفاير ايه عندي. طيب هنيجي نرجع تاني، مثلا واحد يقول لي لا احنا عاوزين نعمل ايه بقى شكل طور. تمام، شكل طور ده هنعمله ازاي؟ هنيجي مثلا من التوب اهو، ونرسم هنا عندنا ايه لاين مثلا اهو كده، ادي القاع اللي بتبقى الايه الكبيره اللي بتبقى تحت، وبعد كده عندي طور مثلا عاوز اطلعه بشكل ما كده، وهنا برضو ادي اهو. هنيجي تقول لي هنا ايه 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5. طيب بس في حاجه، انا بدات التركيب من هنا، فلما نيجي نعمل نحول convert to spline. تمام، ونعمل له ايه attach ده مع ده، ونعمل هنا شو ايه للنمبر بتاعتي، هنلاقي ان في ايه في مشكله عندي، ان هي ايه ان هنا ده ايه بدأ من 1 وهنا من 5، فهنا هيحصل لخبطه اللي احنا كنا شفناها من شويه. فانا اهي همسك النقطه اللي الفيرتكس دي اهي، واقول له ايه اللي احنا قلناها من شويه، ان نخليها ايه ميك ايه فيرست، سوري دي 5 ادي ميك فيرست اللي هي 5 اهي ميك فيرست، فدي بقت نقطه 1 ودي نقطه ايه 1. طيب بعد كده اقدر اخد من ده مثلا النقط دي احركها لفوق كده خلاص، وبعد كده او انزلها تحت شويه اهو كانت ليفر، وبعد كده اخد النقطتين دول واحركهم لفوق كده خلاص، وممكن ارجعهم لورا شويه. تمام كده، واجي هنا اخد من ده اللي هما الاتنين دول، اخد منهم ايه نسخة اهو خلاص كده. ممكن اخد النسخة من جوه، او ان انا اعمل ايه اطلع من بره اهو واخد منهم ايه نسخة لفوق خلاص، واجي اعمل له ايه كوبي، وبعد كده اعمل له ايه اتاتش ده مع ده. هلاقي هنا برضو اما اجي اظهر اللي هو النمبرز اهي، ان الاقي هنا 1 مع 1 1 مع 1، 2 مع 2، وهكذا. طيب اقدر بقى اتحكم هنا في النقط دي، ان انا عاوز الكتله بتاعتي مثلا التور بتاعي نقطه رقم 4 و4 دي هنزقهم هناك كده شويه اهو. تمام كده، التور بتاعي عاوز اعمل فيه تشكيل حاجه اورجانيك، وهاجي مثلا هنا دول ارفعهم فوق عندي شوية، نقطة 3 و3 دي سوري امسك النقطة دي 3 والنقطة دي 3 معايا كده، وازقهم فين لورا كده
وبعد كده النقطة 2 دي عاوز ارفعها لفوق شوية عشان يبقى في مدخل مثلا من هنا. النقطة 2 دي هشدها لجوه. شايفين انا دلوقتي ايه؟ انا اهم حاجة عندي الترقيم النقط يبقى ايه؟ يبقى صح، تمام كده. وبعد كده مثلا النقطة اللي هي 2 دي برضو هزقها لجوه شوية. طيب وهنا اللي هي 5 و5 ممكن نجيب دول لبره هنا، فيبقى هنا ده كده اكن في شكل هو ايه؟ كتلة طايرة. ممكن نجيب دول التلاتة وتلاتة نجيبهم هنا دول اهم، بحيث ايه؟ وممكن ازود هنا نقط ريفاين، نقطة هنا نقطة هنا. بص اللي بيحصل لما بزود هنا بقت 5 بقت هنا 6 ونفس القصة هنا 5. مجرد ما ادوس نقطة هنا في النص بص ايه اللي حصل، عمل لي فيها ايه كده، اقدر ازق دول كده تمام. يبقى انا اقدر اعمل تشكيلات ايه؟ لا نهائيه. ممكن اشد النقط دي اخليها تبقى حاجه كده خلاص، والنقط دي اشدها لفوق تمام كده، النقطه دي اشدها لتحت كده خلاص كده. يبقى انا عندي ايه؟ الشكل ده. طيب هنبتدي نعمل ايه بقى؟ امر ايه؟ كروس سيكشن. طيب كروس سيكشن المره دي انا هستعمله اللي هو ايه؟ من الداخل. ممكن نقرب النقط دي من بعض بحيث يبقى مثلا ان هي مثلا مدببه شويه، فاعمل على السيلكت الاربع نقط دي واعمل لها امر ايه؟ سكيل. بس قبل ما اعمل امر سكيل عشان كلهم يتقربوا ويبقى من السنتر، بختار هنا ايه؟ كنا قلنا قبل كده ها ان احنا بنختار ان الشكل بتاعي يبقى ايه؟ من السنتر. فلما اجي اعمل هنا سكيل بص اللي هيحصل، هيقربوا ايه من بعض كده. ممكن نيجي هنا نبعد النقطتين اللي هم 4 دول عن بعض اهو، دول نقربهم مثلا من بعض او نبعد دول. هنعمل بقى امر كروس سيكشن، هنبتدي نشوف اول واحد فيهم اللي احنا كنا ماسكينه اللي هو ده، لو اي واحد فيهم مش هتفرق معايا، وهنختار امر كروس سيكشن فوق. امر كروس سيكشن، امسك اول واحد اهو واوصل تاني واحد وبعد كده التالت واحد، لازم بالترتيب يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، وارتب له ايه؟ وصلت النهايه. فما اجي هنا ادي التشكيل بتاعي اهو، الشكل التاور خلاص. التاور بتاعي اهو اللي هو قاعه احتفاليات تحت، وهنا ده التاور اللي هو ايه؟ البرج اللي هو المرتفع خلاص. يبقى دي هنا قاعة احتفالات، قاعات سينما، قاعات مسرح، ومرحق معاه ايه؟ التور بتاعي. وده الطبيعي بنشوفه في معظم المشاريع. طيب نبتدي نشوف بقى، ادي وصل هو النقط ببعض، نشوف هنديهم امر ايه؟ قلنا عشان نقفل الشكل 3 دي امر ايه؟ سيرفيس. ندوس حرف الاس عندي اهو سيرفيس، هنلاقي الشكل بتاعنا ايه؟ اتقفل زي ما احنا ايه؟ شايفين كده. طبعا كل ما هنا ايه؟ نزود هنا الخطوط او هنا بص الخطوط الكتله بتاعتي ايه؟ خليتها حاده. يبقى هنا عندي اللي هو التاور بتاعي، نبتدي ندخل عليه بقى بعض الاوامر والكلام ده كله تمام. طيب لا ده انا ممكن هنا طبعا انا خليتهم ايه؟ 100. لا ده انا ممكن ايه؟ اقلل شويه اهو كده، وممكن ندخل عليهم امر تاني اسمه ايه؟ مش سموث. ندخل كده نجرب امر مش سموث، ندوس حرف الام. مش سموث ده بيخلي الحاجه تبقى ايه؟ سموث معايا اهو. بص ايه اللي حصل، خدتوا بالكم؟ طبعا كل ما نزود ده هنا طبعا 10 نقدر نخليها واحد. شايفين اللي بيحصل عندي تمام. طيب لو رجعنا هنا للسيرفيس وزودناه هنا شايفين، ندخل المش سموث اللي حصل، خلي الكتلة بتاعتي ايه؟ تبقى سموث. يبقى انا اقدر سواء انا عاوزها حادة او انا عاوز يبقى فيها كيرف خلاص، اقدر استغلها من هنا او ايه؟ من هنا مش تفرق معايا. وزي ما احنا شايفين بقدر اتحكم فيها بسهولة اهو. انت بقى انت بالديزاين بتاعك بتشوف انت ايه انسب حاجة بالنسبة لك. فيبقى عندي هنا الكتلة اللي بتاعت التاور
خلاص. وهنا الجزء التاني ايه الموجود. طبعا احنا هنا كنا مثلنا هنا ده مثلا مسرح وهنا ده تاور. ممكن واحد تاني يجي يقول لا ده انا هعمل مثلا هنا دوست اف 4 عشان يظهر لي الخطوط. ممكن مثلا واحد يقول لي ده انا لا ده انا عاوز اعمل صخور في لاندسكيب، ده انا عاوز اعمل حاجه مثلا في الفرش، عاوز اعمل فازه. يبقى هي بنفس الفكر الامر اللي هو ايه كروس سيكشن. طيب دلوقتي انا كمعماري انا عملت خلاص الكتله دي، انا خلاص هخفي بقيه الكتل دي مش محتاجها. طيب انا بقى كمعماري عاوز اعمل ايه البلانز بتاعت الشكل ده. احنا كنا خدناها قبل كده تمام، بس هعيدها تاني عشان الساده المهندسين لاول مره يتابعونا. بعد كده حضرتك ممكن مثلا تشترك في القناه وتدوس على الجرس بحيث يوصل لك اي محاضره من المحاضرات اللي احنا بنقولها جديده. بنجيب هنا ازاي نعمل بقى سيكشن وازاي نعمل بلان. هنيجي هنا نعمل ايه، في عندنا امر جميل جدا اسمه ايه هنا اهو سيكشن. بنجيبه منين؟ من كرييت، وبعد كده ندخل على ايه شيب، هنلاقي في امر اسمه ايه سيكشن. مجرد ما ارسمه كده بيرسم لي حاجه كده اكن ايه زي السكينه كده. نيجي نشوفها في 3D. طبعا انا عاوز اعمل بلان الدور مثلا الارضي، فاحنا عارفين ان بلان دور الارضي بارتفاع معين، يعني السكينه بتاعتي اللي هتقطع في الكتله دي على ارتفاع معين، فانا بشوف الارتفاع ده انا عاوزه قد ايه. طبعا انا هنا بحركها مانيوال عشان احنا شغالين كل الابعاد اللي احنا اشتغلناها هنا دلوقتي من غير ابعاد، لكن الطبيعي ان انت حضرتك تكتب هنا في الزد الرقم اللي حضرتك هتقطع عليه، لان في بلان بتاع دور ارضي في مثلا اول في تاني وبعد كده في هنا اللي هو المتكرر في الايه في الطور. فانا هاجي مثلا في الجزء ده وادخل هنا في الموديفاير وادوس ايه كرييت شيب واسميه ايه جراوند فلور اللي هو الدور الارضي. خلاص هتلاقي عمله بايه لون احمر. وبعد كده هنيجي هنا نعمل ايه كرييت مثلا ونسميه اي مثلا ده هيبقى الدور الرابع مثلا رابع تمام. خلاص هتلاقي عمل ايه شكل برضو اهو البينك ده وهكذا. بنقعد بقى ايه مع كل تغير عندي في المسقط اهو. هنيجي مثلا ده بقى اصغر شويه نعمل كرييت واسميه مثلا اي الدور مثلا الخمسين معايا. خلاص كل ده طبعا انا عارف بارتفاعات معينه فانا ايه شغال بيه. وادي هنا مثلا الشكل فوق خالص بقى مدبب، وانا هنا في قاعه مثلا او في مكتبه او في حته الناس في مطعم فوق خالص في اخر التور وعاوز اعمل له البلان بتاعه. ادوس هنا كرييت ونسميه مثلا اي حاجه سي. يبقى انا دلوقتي عملت ايه كروس، عملت ايه كرييت شيب عند كل حاجه من الحاجات دي. لو انا دلوقتي همسح خلاص السكينه بتاعتي اللي هي الامر اللي هو السكشن ده مش محتاجه ديليت، هيتفضل عندي ايه سيلكت باي نيم، هنلاقي اللي هو الشكل اللي هو الجيومتري وادي الادوار اللي احنا ايه عاملينها كنا بنقول عليه ايه عليه. يبقى احنا هنا زي ما شفنا ان هي دي الاشكال الموجوده معايا. لو حبينا بعد كده ان هو نمسكهم واحد واحد اعمل ايه سيلكت باي نيم مثلا، انا عاوز لو كان جراوند فلور اهو اوكي اهو امسك اللي هو ايه جراوند فلور. ممكن نعمل هايد للايه للكتله الاقي ادي الايه البلانز بتاعتي اللي بتاعت ايه كل الادوار. ممكن بعد كده نمسك كل واحد فيهم ونوصله ايه ينزل فين للزيرو تمام انتر. هنزلهم كلهم عند فين الزيرو، وهقول لكم ايه السبب دلوقتي اللي انا بنزلهم عند الزيرو علشان اما اوديهم فايل كاد احولهم لفايل كاد عشان طبعا هروح اودي الرسومات دي ابتدي اشتغل عليها حل من داخلي ايه الكاد بتاعي. فاجي هنا اهو كل البلانز بتاعتي موجوده هنا على المستوى ايه اللي هو الزيرو. فاجي مثلا انا عاوز الدور الارضي هو اللي اوديه دلوقتي عشان هو ده اللي هحله على البرنامج الكاد. بمسك سيلكت على اللي هو ايه اللي هو الدور الارضي بس، بروح هنا من فايل واعمل حاجه اسمها ايه اكسبورت. طيب اكسبورت عموما لا، لو عملت اكسبورت عموما هيودي الفايل الماكس ده كله للكاد. لا انا عاوز بس ايه الحاجه اللي اعمل عليها سيلكت ليه فين اكسبورت سيلكت، وهو ده برضو كنا شرحناه في المحاضرات الاولى. ممكن اللي الناس الجزئيه دي يبتدي يراجع المحاضره الاولى والثانيه كنا شارحين فيها كل الكلام ده. بدوس اكسبورت ايه سيلكتد، وبعد كده بختار مثلا هوديه مثلا على الديسكتوب اهو واسميه مثلا جراوند فلور خلاص، وخليه بامتداد بايه اللي هو ايه الاوتوكاد بتاعي اللي هو دي دبليو جي. يبقى اكسبورت ده بيخرج لي من 3 دي ماكس بيخرج لي على اي برنامج تاني. طبعا انا هشتغل على برنامج كاد فخرجه اكسبورت اللي هو ايه دي دبليو جي، وادوس هنا ايه سيف خلاص دوس اوكي تمام. لو جينا رحنا هنا اهو هنلاقي ان فايل الكاد بتاعنا اللي احنا شايفينه هو ده. هنروح للماكس تاني عقبال ما يفتح فايل الكاد نبتدي نشوف. يبقى انا كل دور من الادوار دي
هبتدي ايه اخرج اكسبورت. طب واحد يجي يقول لي طب ما انا اخرجهم كلهم بعد كده اعمل لهم موف على الايه، على الكاد يعني. اه ينفع، بس اهم حاجه ما اعملش اكسبورت يعني اول، او يعني اكسبورت عموما. ليه؟ لان احنا في كتله انا خفيها يعني، انا او في كتل انا خفيها، هي كتل كتير انا خفيها، فانا لو عملت اكسبورت عموما هياخد كل ايه ده. فلا انا لو عاوز اعمل الحركه دي يبقى انا اعمل سيلكت برضو على الاشكال دي كده خلاص، واعمل لها ايه اكسبورت. ماشي، ادي اكسبورت هنا عندي، ونودي هنا ايه اكسبورت ايه سيلكتد، اكسبورت سيلكتد، واسميه مثلا المره دي ايه، قول ان هو ويب بلان. تمام، ودوس هنا ايه سيف. اوكي، فلاقي عندي ان هنا فايل ايه كاد لسه بيفتح معايا، هلاقي ان في فايل كاد تاني بقى موجود عندي اهو، اللي هو هيبقى فيه كل المساقط، بس هضطر ساعتها ان انا ايه احركهم فين على الكاد عندي. يعني هنيجي هنا اهو، ده الكاد اهو، الفايل اللي احنا كنا فتحناه في الاول خالص، اللي هو كان البلان اللي هو بتاع الجراوند بس. فهنا اهو هنجيب التوب، فنلاقي ايه ادي الحدود السلوات الخارجي لشكل ايه البلان. ابتدي بقى انا كمعماري احل بقى، اشوف فين المداخل، اشوف فين الكور بتاعي. طبعا التاور كان في الجزء ده، طبعا احنا الافيد لنا ليه بقى ادخل كله مع بعضه، عشان ابقى عارف الكور بتاعي يبقى فين. يعني ايه الكور بتاعي يبقى فين؟ يعني احنا اهو لو هنيجي نشوف كده وندوس على اور بلان اهو، فتحوا لي بصوا، تقريبا معظم البلانز اللي متكرره لي متكرره فين؟ هنا في الجزئيه دي. فانا لو انا باجي اعمل التاور، كل طبعا اللي شغالين في اللي هو المباني اللي فيها التاورز او كده عارفين ان في حاجه اسمها كور، ده اللي بيبقى اللي يعتبر ايه اكنه العمود الفقري بتاع المبنى بتاعي، هو ده اللي بيبقى فيه المصاعد والسلالم والهروب والكلام ده كله، والضغطات والضغط اللي هو الرئيسي بتاع الايه المبنى. فهو غالبا الكور بتاعي لازم احله في الجزء ده. ليه؟ لان البلانز كلها بتاعت الادوار اشتركت فين؟ في الجزء ده. يبقى انا اقدر احل المصاعد والسلالم بتاعتي في الجزء ده، وبعد كده ايه احل كل بلان فيهم. اقدر بقى هنا اجيب منها من الفرونت، يعني لو جبت هنا الفرونت سوري او فرونت، الاقيهم كلهم مرسومين فين؟ على خط الزيرو، عشان ما يحصلليش مشكله وانا شغال على الكاد. نخلي بالنا ان الناس مهم جدا، لو انا ما خليتش الحاجه على ارتفاع الزيرو وجيت اشتغلت عليها كاد، بعد كده الاقي الخطوط بتاعتي بتضرب على الكاد، فلازم نخلي كل الخطوط بتاعتي تنزل على ايه؟ على مستوى الزيرو الموجود فين عندي في الكاد. وبعد كده اقدر هنا اهو من التوب، بعد ما انا مثلا حددت خلاص ان الكور بتاعي، انا جيت قررت انا عرفت ان هنا في الزون ده هيبقى الكور بتاعي، اللي هو السلالم والمصاعد هتبقى هنا. اقدر بقى امسك ايه كل بلان من دول، ادي اهو بدوس موف. تمام، امسك بقى كل بلان من دول واحركه لوحده بعيد، عشان ايه طبعا ممكن ناخد ده الاول كوبي كده. احنا بنقول ازاي دلوقتي نفكر ان احنا نحل، ناخد طبعا الدور ده ومعاه الجزء اللي هيبقى فيه الكور عشان احله برضو في نفس ايه المكان. تمام، واخد ده كور وده كده عشان احلهم في نفس المكان، واخد ده وده كده عشان احلهم في ايه في نفس المكان. فكده منطقة السلام بقت ايه ثابتة معايا. امسح بقى هنا واسيب المنطقة ده، عشان هو دي تعتبر ايه الحلقة الوصل ايه ما بينهم كلهم. ابتدي احل البلانز بتاعتي واتاكد ان هنا مثلا هتبقى السلالم والمصاعد. طبعا مش شرط يبقى دايرة، يعني مش شرط الكور بتاعي يبقى دايرة، ممكن يبقى مثلث، ممكن يبقى مربع على حسب الديزاين بتاع حضرتك، ممكن يبقى شكل شبه منحرف، بس اهم حاجة يتحل. فانا كده بالنسبة لي يبقى انا حليت البلانز من ايه من شكل الكتلة انا ايه كانت عندي. اتمنى ان احنا نكون استفدنا النهارده، والنهارده كانت المحاضره رقم 27. طبعا بالشكل اللي احنا عملناه ده نقدر دلوقتي نعمل اشكال لا نهائيه من الاشكال الاورجانيك، سواء ان الطلب مننا اللي هو تاور، الطلب مننا تاور ومعاه ملحق مثلا قاعه مسرح او قاعه ندوات او اي حاجه عندي، قاعه افراح، او الطلب مني معرض متحف حاجات اللي زيها حديد، عندي الطلب مني استادات صالات مغطاه، الطلب مني تعمل لي حاجه في اللاندسكيب بتشكيل معين، جدار مثلا شكله مايل، رامب، الحاجات دي كلها بتتعمل اللي هو ايه بكروس سيكشن. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. لو اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال ممكن حضرتك تسيب كومنت تحت الفيديو، وانا ان شاء الله هرد عليك، سواء لو حاجه ينفع ارد عليها كتابات انا هرد عليها، لو حاجه لازم بفيديو هعمل لحضرتك فيديو وارد على حضرتك. هنلاقي برضو في رقم الواتساب برضو حاطه تحت خالص مع اللينك اللي هو بتاع الفيديو، لو حد عاوز يبعت مسج او عاوز يبعت لي صوره مثلا حاجه هو قدر يعملها او في حاجه يقدر يبعت لي الصوره دي على الواتساب. اتمنى ان احنا نكون استفدنا النهارده، وان شاء الله اشوفك في المحاضره القادمه باذن الله. كان معاكم المهندس احمد حمدي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.